بدأ راديو سما اف ام الوليد جديد في او وليد جديدا في درنا، بدأ بثه التجريبي منذ ايام واطلق عددا من البرامج الجديده لمواكبه كل الاحداث. أعزائنا المستمعين، مرحبتين بكم عبر سما اف ام. عمل دؤوب دون كلل أو ملل، هكذا يسير العمل داخل أروقة راديو السما بمدينة درنا، والذي يعد مولودا جديدا في المدينة. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في باكورة حلقات سما سبورت. مدينة الثقافة والفن كما يحب الجميع أن يسميها، افتقرت منذ فترة إلى صوتها الداخلي بسبب ما مرت به من ظروف، إلا أنه بعزم الشباب استطاعوا بمجهودات ذاتية أن يستحدثوا مؤسسة راديو سما ليبيا اف ام. مؤسسة راديو سما ليبيا اف ام هي مؤسسة خاصة تأخذ من الهيئة العامة للإذاعات والتلفزيون أطرا تنطلق منها نحو تحقيق أهدافها في مدينة درنا، وهي إحياء الحركة الثقافية والفنية وكذلك الاجتماعية منها، وتسليط الضوء على جميع الجوانب وخاصة الجانب الاجتماعي، وكذلك ما يسر أهالي مدينة درنا، وخاصة أن مدينة درنا غيب عنها صوت وحرمت من كافة الأصوات المسموعة منذ تقريبا عام 2014. الإذاعة تقدم مجموعة من البرامج الثقافية والفنية والرياضية من خلال نخبة من الإعلاميين المحليين، ورغم أنها ما تزال وليدة إلا أنها استطاعت أن تعود من جديد إلى الواجهة وتسرق أسماع الأهالي لمتابعة كل ما هو جديد في درنا.